أعتقد أنه لا يوجد صلة بين هذا التفجير وبين الإرهاب العالمي. لا أحد تبنى الفعل، ولم تضع أي من الجماعات العالمية تصريحا يربطها بهذا الفعل. طبعا هذا يعتمد على تعريف الإرهاب. قنبلة تنفجر في نيويورك هو عمل إرهابي بلا شك، ولكن لا يرتبط بالإرهاب العالمي. لم نجد صلة لداعش أو ما شابهها، ولكن هذا الفعل يبقى فعل إرهابي، وكذلك سوف نعده ونتعامل معه.